استنى استنى. ايوه 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 حقف 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 حقف. رخص. كيف يعني يا باشا؟ رخص. اتفضل يا باشا. انت مشغل العربية في غير الغرض المخصص ليها ليه؟ انا حجي لك سكة طوال يا بيه. معلش يعني ما تاخذنيش. الناس بقت تعبانة. كلها مخنوقة. مش لاقيين حتى يشتروا رغيف في العيش. وانا ورايا بيه بجاج ما يشدهاش صدقني. بعد اذنك يا امي انزلي اركبك عربيه ثانيه. حرام عليك يا ابني، سيبه يسترزق، انا لا قادر انزل ولا اطلع. معلش يا امي انزلي بعد اذنك وانت اركن لي على جنب هنا. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. حاضر. انا هنزل اجيب لك الرخص يا ابني. انزلي انزلي. ايه يا كاريا؟ ايوه ايوه. زفت ايه؟ الله يسامحك يا خلع اللي بتعمله فيا. بقول لك ايه، انت لو ما جيتش خدت البال والمساحه اللي انت سايبها لي دي انا هقتلها. بقول لك ايه، مانيش حمل الدلع الماسخ ده، مش مستحمل جنانك. سيبيني باللي انا فيه. انا امنتك امانه وامانه مش هينه، وانت موافقه يبقى تستحمليها بقى. الله سلامك، وانا مش فاضيلك. سلام. ماشي يا خير ماشي. اما وريتك يا جولي ما بقاش انا كوري. خد يا ابني اطلع. ايه جبتيها؟ الله انت تشتغلي في المرور يا حاج. شوف الرخص بتاعك. شوف الرخص. الاجراءات دي تعسفيه واحنا مش ممكن نقبل بيها يا حضره الضابط. يا حاج ايه يا حبيبي؟ ايه ايه انت بتأيد بتأيد مش بتشتري، يعني ما تقعدش تحسس. الاجراء ده اتاخر قوي على فكره. المفروض حضرتك من اول يوم كنا نتحفظ على كل ممتلكاتك مع المتهمه، بس انت حظك حلو. نو بروبلم. الوضع ده مش هيستمر كتير. انا مش عارف يا عم انت ازاي تسمح لهم يعملوا كده عندك. انا ما حدش يقدر يعمل معايا كده. يعني كنت هتعمل ايه يعني؟ كنت صعدت الموقف لاعلى المستويات، لكن الحمد لله انكم ادركتم خطوره الموقف ومحدش قدر يمارس الاجراءات دي معايا. انت من الدرجه الاولى؟ نعم. انت من قرايب الدرجه الاولى للمتهمه؟ لا. طيب احنا بقى بنتعامل مع قرايب الدرجه الاولى بس، ممكن تسكت؟ لما حدش يقول لي اسكت. اسكت بقى يا طارق، اسكت بقى. عارف ساعتك دي؟ دي لوحدها بكل اللي انتوا قاعدين تتفرجوا عليه. خد زيق وادعي لي. يخرب بيتك، شو قد ايه انت مهضومه. انتوا مش بتقولوا كده؟ يلا انا على الباب ونازل اهو. يلا مع السلامه. على فين؟ نازل. يعني ايه نازل؟ زهقت من القعده، فيها ايه؟ بعدين انت عارفه ان انا مش واخد على قعده البيت، واخد على الشغل. بعدين ده انا حتى لما كنت في ايام الدراسه كنت بصرف نفسي واشتغل. وهو الشغل المره دي بقى لبناني ولا ايه؟ لبناني هندي ايراني مالكيش فيه. وبعدين انا عايزك تفهمي حاجه، احنا متعودين ان احنا ما نخنقش على بعض، صح؟ عشان ايه؟ عشان احنا مش متجوزين، احنا يا دوب عايشين مع بعض. ها انت ليه عايزه غير الموت؟ خلاص بقى خلاص. أنا بحبك إنتي وعايزك تعرفي إن كل ده ولا حاجة، وهثبتك ده في أقرب وقت. فك بقى، فك ورق العنب. ماشي. يلا باي باي. توبوريني. اشرب يا ابن عمي شوية شوربة. مش هقول لك بقى اشرب. إن شاء الله. أنا يا صاحبي مش كانت المستشفى أحلى؟ كل يوم بتشوف ناس وناس في ناس، بدل ما شوف السحنة المصرية ديت. ما بطيقش أم المستشفيات يا واد يا سوكر، لا بطيق ريحتها ولا أكلها، بحس إن روحي بتطلع يا جدع. إزاي بقى صاحبي؟ أمال مين هيغير لك على الجرح ويكشف عليك؟ ده جرح كبير يا صاحبي مش قليل. يا عم انزل استقضالي أي حكيم ولا تمرجي من على الناصية كده المستوصف اللي هناك ده، مش كيميا يعني. بصراحة كباكي الواد نسر كلمني وقال لي تعالى اعمل فرح أخته هدية، بس أنا صاحبي مش هقول لك كشمت لهم. أه والله أنت بتضحك على إيه؟ بقول لك كشمت لهم وهم كبروا لي يا صاحبي، وقالوا لي هنأجل الفرح لغاية ما كباكي يقوم بالسلامة. أنت عبيط يا سوكا، أنت عبيط. ما تنزل ياض تغني وتشوف أكل عيش. لو أنت هتفضل لازق لنا 24 ساعة، انزل ياض اخفي من وشي ساعتين تلاتة وبالمرة تجيب لنا مصاريف الأكل والشرب لحد ما أقف على رجلي. لا يمكن. إيه لا لا يمكن يا كباكي، انا غني وانت بالحاله دي لا يمكن. اول ما تخف ان شاء الله ابقى ابتدي اغني. ما تنشف ياض في ايه يعني؟ وانا مراتك وقاعده حامل في ايه؟ ما تنزل تغني. هات البتاع دي. اتفضل. بس ما تنساش بس تستقضلي اي حكيم ولا تمرجي عشان حاسس ان الجرح عفن. لا ما انا مش هبيع بنتي، بس انا كمان لازم اشتري الناس اللي عمرهم ما حسسوني غير ان انا واحده منهم، ما لاش حته شغال.
بس انت ما تعرفيش نجوان متورطه في ايه، ولو الحكومه وصلت لهم ممكن يكون وضعها ايه. يا لهوي، وهي نجوان الغلبانه دي هتتورط في ايه؟ ده لولاش التعبان ده اللي اسمه مروان اللي قاعد يزن على ودانها لحد ما غواها او خطفها معاه. وهي حبتان امها طمع ما قلبها قتل على ابوها مملاش عينها غير التراب. بس انا بنتي ما تعملش حاجه وحشه ابدا. ايوه انا اللي مربياها. انا اترجيت استاذ ابو طالب بيه قلت له ما تاذيهاش. قال لي طمني يا انت سهر مش هنأذيها. الراجل ده انا معاشرها من سنين. وصحيح يعني ما بيسيبش ازازه المنكر من ايده بس راجل حقاني. اي والله العظيم احسن من ناس كتير جدا قاعدين على السجاده. ما جرى يا ست هاجر؟ هنفتح اوضه التمريض ملجا للفراشات ولا ايه؟ الحاجه انتصار قريبتي وتقعد معايا في المكان اللي انا قاعده فيه ان شاء الله في اوضه المدير. طول ما انت لسانك طويل كده عمرك ما هتتثبتي. والله بقى انا اتثبت بشغلي مش بالهق والماء اللي بيعملوه بقيه الممرضات. خلاص خلاص يا ست هاجر انا همشي عشان ما اجيب لك شي الكلام. انا اسفه يا ست الحكيمه بس اصل انا والله كنت تعبان. لولاش قبل هاجر خدتني هنا عشان ارتاح شويه. انا خلاص بقيت كويس بعد اذنكم. اتفضلي. استغفر الله العظيم يا رب. معلش يا هايدي شدي حيلك واستحملي شويه. انا مش قادره يا نادر مش قادره خلاص. انا بنهار بجد. انا بعد الصدمه اللي اتصدمتها كان المفروض اسافر في حته اقعد في اوتيل في سناتوريوم اعمل نقاهه لغايه مرتاح واهدى. انما انت مش متخيل الوضع اللي انا فيه. انت مش متخيل انا عايشه فين ومع مين. دي زريبه يا نادر. ولا لا الزريبه ارحم حتى. عارف وفاهم وحاسس بيك يا هايدي بس للاسف. ما تديني معاد يا نادر. مفيش حاجة اسمها استحملي وخلاص. قولي استحمل قد ايه؟ اسبوع اتنين تلاتة شهر. فهمني القضية دي ماشية ازاي وانا هاخد براءتي امتى. انا ما عملتش حاجة تستاهل كل ده يا نادر. ايوه هايدي بس القضية محتاجة شوية وقت. وقت يعني ايه؟ ما تتكلم كلام محدد. انا بدفع لك فلوس يا نادر عشان انت المحامي بتاعي والمفروض تفهمني اللي بيحصل. مش تعملني زي العيلة الصغيرة وتخبي عني كل حاجة. طبعا حقك. ولو هيريحك انك تعرفي الوضع بالظبط فانا بقولك تعايشي تماما مع الوضع الجديد اللي عندك لانك محتاجه معجزه من السماء يا هايدي. علشان تاخدي حكم مخفف ده القانون. حكم المخفف ده بقى مش شهر ولا اتنين ولا عشرين لا ده سنين. وبناء عليه بقولك تكيفي تماما مع الوضع الجديد اللي انت عايشه فيه واللي ممكن يستمر لفتره طويله يا هايدي. فتره ممكن تنسيكي اصلا وضعك القديم. فهمتيني هايدي؟ انا مش ساكت. انا ماشي في كل الاتجاهات وبعمل مجهود خرافي علشان اخلصك من الوضع السيء اللي انت فيه والوضع الاسوأ اللي مستنيكي اللي هو السجن. هو ده الوضع الكامل يا هايدي اللي انا باخد منك فلوس عشان اقوله لك. الو الو هايدي الو. لا طبعا في مشكلة. اول حاجة كان في خطورة على حياة صاحبك. تاني حاجة انتوا ما دفعتوش اصلا فلوس المستشفى. تالت حاجة بقى اخدت الكرسي بتاع العيانين وده في موظف مدي عليه عهدة يعني ممكن يدفع تمنه. انا مش فاهمة بس انتوا عملتوا كده ازاي. واحدة واحدة بس يا ملك الرحمة. انت اول حاجة كبداكي مفيش خطر على حياته ده واد بسبعة ارواح. وتاني حاجة دي مستشفى حكومية هدفع لك الفلوس كلها على دائرة تعريفة. وبالنسبة للكرسي هجيبه لك وعنايه الاثنين وفي بوسة حنك كمان. بس يعني ايوه حاجه كده لمؤاخذة كده في سؤال سئيل يعني عايز اقوله لك. قول يا عم السئيل. من الاخر كده انت عارف ان ابراهيم من ساعه ما خرج من المستشفى ما حدش غلى على الجرح لا على الحقن. اي حد اديها له وانا ممكن اديها له بس يعني مش اي حد غلى على الجرح وانت عارفه. ايوه بس دي ما فيهاش رزاله ولا حاجه ده شغلي عادي يعني. ما هو في مشكله تانية يا ابله. ايه بقى؟ ابراهيم ساكن فوق السطح وفي اوضه من الاخر كده عزبنجي لوحده قاعد لوحده يعني. اه افلام عربي بقى. واروح ما الاقيش اصلا ولا في ابراهيم ولا جرح واقول لك هو فين تقول لي راح مشوار والكلام الفاضي ده صح؟ اخص عليك يا ابله. ايه الافلام اللي انت بتقوليها ديت؟ ده لو كعب رجلك بان اغطيهولك ان شاء الله قطع حته من جسمي. ما تعرفيش مين سكر الحلواني الجدعانه الشهامه الطرب الاصيل. خلاص يا عم مش قوي كده ما كانش قصدي. وعلى العموم انا هاخد امي معانا مع ان امي ما تنفعش تطلع السلم دي ست كبيره بس هاخدها عشان انت ما تزعليش. اقول لك حاجه امي دي ست طيبه جدا 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 كل المنطقه بتحبها. اقول لك حاجه اي سر عندك قولوا لها لا يمكن تطلعه ابدا. دي واحده بس ام سوكا يا عسل.
الام المثاليه ام سوكا حبيب قلبي وحشاني يما. مين يا واد البت اللي انت جايبها في ايدك دي حتى الاحمر والاخضر ولابسه لي الشقل؟